كما اكد مدبولي التزام الحكومه بتحقيق كل السياسات التي ادخلتها في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يتضمن تحولا دائما لمعدلات صرف قويه ومرنه لتلبيه احتياجات السوق في مصر وكذلك ضمان المسار لتقليل الدين العام ولفت مدبولي الى ان الحكومه تهدف الى التوسع في شبكات الامن الاجتماعي للاشخاص الاكثر عرضه للخطر ملتزمون <applause> بتحقيق كل السياسات التي ادخلناها في البرنامج الاصلاحي، وهذا يتضمن من بين اشياء اخرى تحول دائم لمعدلات صرف قويه ومرنه لكي نلبي الاحتياجات للسوق في مصر، وكذلك ضمان المسار لتقليل الدين العام، وكذلك التوسع في شبكات الامن الاجتماعي للاشخاص الاكثر عرضه للخطر، وكذلك الاصلاح الهيكلية لتقليل بصمة الغذاء في القطاعات المختلفة وتيسير النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل